الزلفنا إليكم صور الثنائيات من حفل جوائز الفيفا. نبدأ بمدافع ريال مدريد الأسطوري سيرجيو راموس وحبيبته بيلا روبيو التي لفتت الأنظار بجمالها، جورجينا وأنتونيلا بجانب رونالدو وميسي. النجم الحائز على جائزة أفضل لاعب في العالم لـ 2017 كريستيانو رونالدو مع حبيبته الموديل الإسبانية التي خطفت الأنظار جورجينا رودريغيز والتي حرصت على مساندته في الحفل. الأسطورة الأرجنتينية مارادونا مع زوجته كلوديا فيلافاني التي تألقت في زي أبيض. النجم زيدان الحائز على جائزة أفضل مدرب لـ 2017 مع زوجته الجميلة التي تألقت في الفستان الأسود. النجم ميسي مع زوجته أنتونيلا. يذكر أنه فاز بجائزة أفضل لاعب في العالم 5 مرات. لاعب الوسط المدافع الألماني نجم ريال مدريد توني كروس مع زوجته جيسيكا فاربر وهو يعد أفضل وسط مدافع في العالم. اللاعب الفرنسي أوليفر جيرود لاعب أرسنال الإنجليزي الذي فاز بجائزة أفضل هدف بحضور زوجته جينيفر جيرود. الجناح الأيمن لبرشلونة وباريس سان جيرمان الحالي داني ألفيس وزوجته الأنيقة في الفستان الوردي جوانا سانز. ما هو الثنائي الذي أعجبكم أكثر؟ شكراً على المتابعة. لا تنسوا مشاركة الفيديو مع أصدقائكم، الضغط على زر الإعجاب، زر الاشتراك وزر الجرس لكي تكونوا أول من يصله الجديد.